بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أفعالا تشبه الصلاة، وهو السجود والتلاوة والشكر. وقلت إنها تشبه الصلاة لأن هيئتها كهيئة الصلاة، ويشرع لها ما يشرع للصلاة. وقال بعض أهل العلم، وهو مشهور المذهب خلافا لما يرجحه المصنف والشيخ تقي الدين، أن هذه الأفعال الثلاثة صلاة، معنى كونها صلاة أي يشترط لها ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة وغير ذلك من الأمور. نعم. وهو مشروع إذا قوله وهو الضمير عائد لسجود السهو لا للأمور الثلاثة السابقة. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. نعم. انظروا معي، سنرجع له بعد قليل. انظروا معي، سجود السهو ليس مشروعا لكل شيء، بل إن من سجد سجود السهو من غير موجب بطلت صلاته. بعض الناس يظن أنه إذا فكر في صلاته وسرح فإنه يشرع له سجود السهو. نقول لو سجدت لسجود السهو فصلاتك باطلة، لأنك زدت في الصلاة ما لا يشرع فيها. ولذلك فإن سجود السهو في الصلاة تارة يكون واجبا، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون محرما غير مشروع. بعضهم يزيد المباح وهو في مسألة ترك السنن، وهذه لم يرد المصنف ولذلك لن أتكلم عنها. متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا؟ عموما سجود السهو كما ذكر المصنف يشرع عند وجود ثلاثة أسباب فقط: عند وجود الزيادة أو النقص أو الشك فقط. نأخذها واحدة واحدة وسأسأل فيها لأني أريدك أن تعرف سجود السهو جيد. المراد بالزيادة أي لمن زاد في الصلاة ركنا أو واجبا، لمن زاد في الصلاة ركنا أو فعلا أو ركعة. فمن زاد في الصلاة شيئا من هذه الأمور سهوا فإنه يشرع له سجود السهو، وإن زادها عمدا بطلت صلاته. إذن الزيادة قد تكون لركعة، وقد تكون لفعل واحد كركوع أو سجود أو نحو ذلك. النقص يكون لماذا؟ قالوا النقص قد يكون لركن وقد يكون لواجب. فأما النقص لركن فإنه لا يشرع له سجود السهو، وإنما يجب تداركه. فمن ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ويفعل ذلك الركن ثم بعد ذلك يستمر في صلاته. وأما من ترك واجبا حتى فات محله فإنه لا يشرع له الرجوع، وإنما يسجد له سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عندما قام من السجود إلى الركعة الثالثة ترك ثلاثة واجبات: التشهد والجلوس وتكبيرة الانتقال، ولم يرجع إليها صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد لها سجود السهو لأن موجبات سجود السهو تتداخل. هذا يسمى النقص، أي نقص الواجبات، أي نقص الواجبات دون نقص الأركان. فنقص الأركان يجب الرجوع لها وتداركها. هنا فائدة: العلماء يقولون من قام للركعة الثالثة تاركا للتشهد الأول فله ثلاث حالات: إن تذكر قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، وإن تذكر بعد ما استتم قائما وقبل قراءته الفاتحة أي قبل شروعه بأول الأركان المتعلقة بالركعة التي بعدها فإنه يقولون كره له الرجوع. فإن شرع في الفاتحة، وما أول الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين ليس بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من ثمرة الخلاف المهمة في هل البسملة آية من الفاتحة. فإن شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا بالحكم. إذن الواجبات إذا نقصت فإنه يشرع لها سجود السهو. إذن عرفنا الزيادة وعرفنا النقص. الموجب الثالث لسجود السهو قالوا الشك، والشك قد يكون لركن وقد يكون لسهو وقد يكون لواجب. الشك في ترك ركن يشرع له سجود السهو، وأما الشك لترك واجب لا يشرع له سجود السهو. انتبه لهذه المسألة المهمة، هذه التي أريدك أن تصل لها لنأخذها من كلام المصنف. إذن ألخصها لكم مرة أخرى فأعيدوها لي. موجب سجود السهو ثلاثة أشياء: زيادة ونقص وشك. أما الزيادة فعمدها مبطل ويجب عند تذكر الرجوع، فلو أن امرأ تذكر في أثناء قيامه أنه قد زاد يجب عليه أن يرجع، إن لم يرجع بطلت صلاته لأن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء. وأما الزيادة نعم هذا زيادة في الأركان، وأما السهو فيها فإنه يكون موجبا أي يجب لها سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فسجد سجود السهو بعدها. الأمر الثاني النقص، والنقص نوعان: نقص ركن ونقص واجب. فمن نقص ركنا وجب عليه أن يأتي به ويسجد له سجود السهو، ومن نقص واجبا فلا يأتي به ويسجد له سجود السهو. الأمر الثالث الشك، من شك في ترك ركن سجد له سجود السهو، سنتكلم عنه بعد قليل بتفصيل، ومن شك في ترك واجب لا يسجد له. صورة من شك في ترك واجب: شخص في التحيات قال هل قلت سبحان ربي الأعلى أم لم أقله؟ نقول لا شيء عليك، أكمل صلاتك، لا ترجع وتتدارك ولا تسجد له سجود السهو، إذ الشك لترك الواجب لا يسجد له. من يعيد لنا هذه بسرعة؟ نبدأ بالأول، تفضل. الشك نعم، سجود السهو له ثلاثة موجبات: الزيادة، وتكون الزيادة لماذا؟ لركن أو لركعة. ومن زاد شيئا وجب عليه أن يرجع. نعم، ماذا يفعل إذا زاده؟ يجب عليه أن يسجد السهو وجوبا. طيب، الحالة الثانية النقص، والنقص نوعان: نقص ركن ونقص واجب. من نقص ركنا وجب عليه أن يتداركه ويجب عليه سجود السهو، ومن نقص واجبا جبره بسجود السهو من غير رجوع وتدارك. الشك كذلك نوعان: شك في ترك ركن وشك في ترك واجب. فالشك في ترك ركن لا سجود سهو له، في ترك الركن هو الذي يسجد له. واضحة جدا، افهموها، وخاصة قضية الشك لأن بعض الإخوان قد تخفى عليه. نرجع لكلام المصنف يقول: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة يشمل النافلة والفريضة، ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، لأنه لو كان عمدا بطلت، والاستدامة تأخذ حكم الابتداء. فلو تذكر في أثناء قيامه ولم يرجع بطلت صلاته، لأن الله عز وجل شرع لنا الصلاة على هيئة لا يجوز الزيادة عليها، وحينئذ يجب عليه سجود السهو. قال أو إذا نقص شيئا من المذكورات، أي نقص ركنا فأكثر أتى به وسجد للسهو، هذا أيضا من النقص وهو نقص الركن. النوع الثاني من النقص نقص الواجب، قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، لم يقل يرجع وإنما قال سجد سجود السهو فقط، إذ النقص بترك واجب من الواجبات لا يتدارك وإنما يجبر فقط بسجود السهو. هذان هما الموجبان: الزيادة والنقص. الموجب الثالث قال أو شك في زيادة أو نقص. لكي يكون الكلام مستقيما يجب أن نقول أو شك في ركن زيادة أو نقصا، لأن الشك في الواجب لا يشرع له سجود السهو، وإنما يشرع في الشك في الأركان فقط دون الشك في الواجبات. طيب،
مفهوم ذلك من شك في ترك سنة هل يسجد لها؟ لا، لو سجد بطلت صلاته. من السنن الخشوع، من ترك الخشوع في الصلاة نقول لا يسجد له، وإن سجد العلماء يقولون هو من السجود المباح وليس من الواجب. نعم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. نعم، هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا دليل على أسألكم أجيبوني لأجل السجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل زيادة أم لنقص أم لشك؟ لنقص واجب، إذن لا يتدارك. أحسنت، تفضل. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم، هذا الحديث المشهور، حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة، وقد ألف فيه العلائي جزءا كبيرا في شرحه لكثرة الأحكام المستنبطة منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن ركعتين ثم انفتل من صلاته، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر: نعم. فقام صلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجود السهو ثم سلم مرة أخرى. السؤال: هذا هنا السهو فيه ماذا؟ نقص أم زيادة أم شك؟ أخونا، نقص. نقص لماذا؟ لركن، بل أكثر من ركن. نعم. وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين. نعم، بعدما سلم. نعم، هذا الحديث يدل على زيادة ماذا؟ على أنه الزيادة، لزيادة الركن. نعم. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. نعم، هذا الحديث يدل على النوع الثالث وهو الشك، وهذا واضح. طيب، أنا أريد أن أقف مع هذا الحديث فائدة مهمة جدا جدا، فانتبهوا لها، وهي قضية الشك في الصلاة. لا أدري أنا قلت عندكم أو عند غيركم قاعدة الشك أمس تكلمت عنها، لما قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن، قلنا أظن أمس. نعم، هنا قلنا، نعم، قلنا إن الشك تارة يبنى على اليقين وتارة يبنى على غلبة الظن. الشك في الصلاة ورد فيه حديثان. حديث أبي سعيد الخدري الذي نقله المصنف وهو في مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود وهو في البخاري. كلاهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى. جاء في حديث الذي في مسلم قال: ليبني على ما استيقن. وفي الحديث الآخر في البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، قال: فليتحرى. فليتحرى من حيث المعنى، ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول الذي أورد حديث أبي سعيد أنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فلو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فيعتبر صلى ركعتين، سجد سجدتين أو ثلاثا، تذكر أو ثلاثا، اثنتين، فهو الأقل، فيبني على الأقل حينئذ، لأنه لو بنى على الأكثر مشكلة. إذن هذا هو الأقل. لو قلنا أخذنا بالحديث الآخر وهو فليتحرى، ما معنى فليتحرى؟ أي ليبني على غلبة ظنه. وخذ قاعدة ذكرها صاحب المبدع، أن الفقهاء إذا قالوا يبني على غلبة الظن ليس مجرد الظن المعتاد، بل المراد بغلبة الظن حيث وجدت قرينة. لا بد أن توجد قرينة، كأن يشهد له شخص واحد بجانبه، أو أن تكون أمامه ساعة، أو أي قرينة أخرى تدل على ذلك، بأن يكون بجانبه شخص صلى ركعتين معه فيعلف بجانبه الذي هكذا، هذه تسمى قرينة، فتسمى غلبة ظن، هذه تسمى غلبة ظن وليست بيقين. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وضح التعارض بين الحديثين؟ الحديثان يقولان، أو يتفق الحديثان على أن الشخص إذا شك في صلاته سجد سجود السهو، ويختلفان من جهتين. الجهة الأولى سأذكرها الآن ثم سأذكر بعد قليل الجهة الثانية. يختلفان من جهة ما الذي يفعل إذا شك، ففي أحد الحديثين أنه يبني على اليقين، وفي الثاني يبني على غلبة الظن. كيف جمع بينهم العلماء؟ المشهور من مذهب فقهائنا أنهم يقولون إن حديث عبد الله بن مسعود للإمام خاصة، وبناء عليه فالإمام هو الذي إذا شك
جاز له أن يبني على غلبة ظنه. لماذا؟ لأن الإمام إذا أخطأ في ظنه فإن خلفه مأمومون يصححون صلاته، فإذا بنى على غلبة الظن ولم ينكر عليه خطأه دل على أن صلاته صحيحة. واضحة؟ هذا هو المشهور، وكلامه متجه من حيث التعليل. القول الثاني وهو الرواية الثانية مذهب أحمد باختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي يميل له المصنف، أن الحديثان على اختلاف التنوع فيقولون أن الحديثين على اختلاف التنوع فيقولون إن الإمام والمنفرد كلاهما يجوز له أن يبني على غلبة الظن ويجوز له أن يبني على اليقين، وإنما يبني على غلبة الظن إذا كانت عنده غلبة ظن، فإن لم تكن عنده غلبة ظن فيلزمه البناء على اليقين. إذن عرفنا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق وهو الفرق الثاني، الفرق بين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد أنه إن بنى على اليقين جعل سجود السهو قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أنه إن بنى على غلبة الظن فتحرى جعل سجود السهو بعد السلام. أعلم أن هذه المسألة دقيقة، ولذلك سأعيد السؤال فيها لأني أعلم أن بعضنا قد نام. قلنا قبل قليل موجبات سجود السهو كم؟ زيادة ونقص وشك. ما معنى الشك؟ أن تشك في زيادة أو نقص في ركن، إذ الزيادة الشك في زيادة أو نقص واجب لا أثر له. طيب، من شك في ركن ما الذي يجب عليه أن يفعله قبل سجود السهو؟ ورد عندنا ماذا؟ ورد عندنا كم حديث؟ حديثان فقط، لا تنظر لأصابع. ورد عندنا حديثان، أحد الحديثين يقول ماذا؟ تتحرى. ما معنى تتحرى؟ تبني على غلبة الظن والقرائن. والثاني يقول ابني على اليقين وهو مستيقن وهو الأقل. قلنا إن هناك طريقتان لأهل العلم ومسلكان وقولان في الجمع بين الحديثين، فالمشهور عند فقهائنا وهو متجه كلامهم أن هذين الحديثين من باب اختلاف التنوع لمن؟ للإمام خاصة، أما المنفرد فليس له إلا البناء على اليقين. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين والمصنف أن الحديثين يعمل بهما للجميع، للإمام وللمنفرد، فيجوز له إن كان عنده ظن أن يبني عليه. طيب، المسألة الأخيرة وهي أن من شك فبنى على اليقين فمتى يكون سجود السهو؟ قبل السلام. ومن سجد ومن شك في ترك ركن فبنى على غلبة الظن وجودا أو عدما فمتى يكون سجود السهو؟ بعد السلام. من أين جئنا بذلك؟ اجتهاد منا؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين. المصنف أورد حديث أبي سعيد في مسلم، والآخر حديث ابن مسعود في البخاري. وقلت لكم إن فقهاءنا من أكثر الفقهاء وأوسع فقهاء المذاهب الأربعة في الجمع بين الأدلة وإعمالها جميعا، ومن نظر في فقه الأحاديث وجد هذا مسلكا واضحا بينا عندهم. طيب، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم، هذه مسألة موضع السجود السهو. أولا نقول إن سجود السهو سواء كان واجبا أو مندوبا يجوز قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام، يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام. لكن عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن سجود السهو الأفضل فيه أحيانا أن يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام. القاعدة عند أهل العلم أن كل سجود سهو الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضعين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الموضع الأول الذي قلتموه قبل قليل أنتم أو قلناه جميعا، من يذكرني إياه؟ فقد نسيته أنا ربما، تو قلناه من دقيقة واحدة. أريد شخصا لم يرفع يده، أختار شخصا لم يرفع يده، سأبحث عن الذي نام أو سرح. أخونا هذا الذي أمامي
لا الذي بجانب من رفع أصبعه. نعم أنت شيخ. أنت 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 لا اللي خلفك هذا أنت. الموضع الأول الذي يكون فيه سجود السهو بعد السلام قلنا قبل قليل إذا شك في ترك ركن وبنى على غلبة الظن فإن السنة له أن يكون سجوده بعد السلام لحديث ابن مسعود الواضح الذي تعرفونه جميعا. هذا الموضع الأول. الموضوع الثاني قالوا كل من سلم عن نقص ركعة فأكثر. إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإن محل السجود بعد السلام على سبيل الأفضلية للوجوب. دليله حديث أبي هريرة حديث اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فنبه فصلى ركعتين أخرين فسلم ثم سجد ثم سلم مرة أخرى. وحينئذ فهذان الموضعان محلهما بعد السلام وما عدا هذين الموضعين فمحل سجود السهو قبل السلام ويجوز لك أن تجعله بعد السلام وما بعد السلام يجوز لك أن تجعله قبل السلام. واضحة؟ إذن اعرف الموضعين. الموضعان هما نفس أخونا أنت أمامي الذي أمامي يجب أن ينتبه الذي يغششه. يلا نوعان أو ليس نوعان حالتان. الحالة الأولى إذا شك في ترك ركن وبنى على غلبة الظن. الموضع الثاني إذا نقص ركعة فأكثر وسلم. وسلم إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر يجب أن يكون سلم. طيب هنا فائدة في كتب الفقهاء فقط فائدة. الفقهاء يقولون يستخدمون كلمة النقص في باب سجود السهو في موضعين، في عند الحديث عن الموجب وعند الحديث عن محل السجود، ويعنون بالنقص في كل موضع معنى مختلفا يجعل بعض طلبة العلم يخطئون في الفهم. فإنهم يقولون إن من موجبات سجود السهو النقص، أي نقص ركن أو نقص واجب، أليس كذلك؟ ثم يقولون هناك في موضع سجود السهو ويشرع سجود السهو بعد السلام عند النقص. في الموضع قصدهم بالنقص غير النقص الأول، فإن قصدهم بالنقص أي لمن سلم عن نقص ركعة فأكثر. وهذا الذي جعل بعض الإخوان يقول كلام مشكل متناقض. لا هو ليس بمتناقض وإنما هو من باب الاشتراك في اللفظ، فقد يوجزون في العبارة، وهذه عادة الفقهاء أنهم يوجزون في العبارة بناء على ذكاء طالب العلم ونباهته ومعرفته، بل إنهم يتعمدون أحيانا ذلك لكي لا يتسور على العلم أي أحد. وهنا فائدة نخرج عن الدرس قليلا. لما أصبح العلم سهلا في هذا الزمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يسهل في آخر الزمان، فقد جاء عند الدارمي أن القرآن يقرأه في آخر الزمان كل أحد حتى الصبي والمرأة، كل الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه. فلما أصبح العلم سهلا في دقيقة تستطيع بهذا الجهاز الذي بين يديك أن تطلع على فتوى لفلان ثم تقرأها وتقول أفتى فلان بكذا ودليله كذا، وليس في صدرك من العلم شيء وإنما تقرأه في ثوان. فلما كان العلم سهلا أصبح الخطأ أكبر. العلماء قديما عنوا بتبيين أهمية العلم وتصعيبه في البدايات، لم يقولوا إنه صعب ولكن تصعيبه في البدايات لكي يستشعر طالب العلم أن هذا العلم يحتاج إلى بذل جهد. كما قال الشافعي العلم أربعة أرباع، من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس وما أكثر هؤلاء، ومن تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته من العلم شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته من العلم أضعاف أضعاف ما أدرك، وحينئذ يتواضع في العلم ويقر بالجهل ويقل إنكاره ويزداد ورعه وتكثر خشيته. قال وأما الربع الرابع وهو أطولها وأكبرها وأعظمها وأوسعها فلا يكاد يحيط به أحد. ولذا دائما الإنسان أو العلماء قديما من باب تربيتهم لطلبة العلم عنايتهم في صياغة الألفاظ
بقصد معين نص على هذا المعنى الذي ذكرت لكم الفارقي من علماء الشافعية، فقال إن بعض العلماء يتعمد تصعيب العبارة لأجل أن يعظم العلم في قلوب الطلاب، يعرفون أن الصعب ليس بالسهل، هذا الأغرض من أغراض أهل العلم. التسهيل دائما قد يكون مقبولا للفتوى، لكن في طلب العلم لا. هذا الزمان زمان غرائب، أصبح الناس يتكلمون في كل شيء، أجهل الجهال يتكلم في أعظم الأمور. ألم تسمعوا باستباحة دماء وأعراض وكفرت جماعات وأفراد من فئام لا يعرفون في دين الله عز وجل ولا شرعه شيئا؟ ولذا العلم يجب أن يتعب فيه المرء، كما قال محمد بن شهاب الزهري: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. تفضل. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن سجود التلاوة، وهو سنة حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وسجدات التلاوة على المشهور أنها 14 سجدة، واستظهر ابن مفلح أنها 15 سجدة للتي في سورة صاد، وأما المشهور عند فقهائنا فأن التي في سورة صاد إنما هي سجدة شكر. وفائدة كونها سجدة شكر أي أنه لا يجوز فعلها في الصلاة ويجوز فعلها خارج الصلاة. قال: ويجوز ويسن سجود التلاوة للقارئ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع، ولم نقل إنها واجبة لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ولم يسجد عندها. والمستمع لما جاء عن عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أنهم قالوا إنما يسجد المستمع دون السامع. والفرق بين المستمع والسامع فإن المستمع فيه زيادة مبنى فيدل على زيادة المعنى، إذ المستمع من أرخى سمعه وقصد السمع، وأما السامع فهو من طرق الحديث والكلام أذنه وسمعه، فالسامع لا يسجد والمستمع هو الذي يسجد، لأن الثواب إنما يكون للمستمع دون السامع. قال: في الصلاة وخارجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد سجد في الصلاة وخارجها. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن سجود التلاوة. سجود التلاوة قيل إنها صلاة، أي تأخذ حكم الصلاة، فيجب لها ويشترط لها ما يشترط للصلاة، فيشترط لها الطهارة واستقبال القبلة والعقل وكذلك اجتناب النجاسة ونحو ذلك، ويلزم لها التكبير. وعلى القول بأنها ليست صلاة فيقولون إنه يستحب لها ذلك. إذن هذه الأفعال على القولين هي إما مستحبة أو واجبة. ما هي المستحبات لها؟ أولا، أو الواجبات على قول بعضهم، أولا أنه يستحب أن يكون سجود التلاوة عن قيام، فإذا قرأت آية فيها تلاوة وكنت جالسا فالمستحب لك أن تقف ثم تنهض ثم تسجد، أي أن تنهض ثم تسجد، ليكون فيها أن يكون المرء قد خر، وقد جاء في الحديث أنه قد قام ثم سجد لأجلها. الأمر الثاني أنه يجب أو يستحب التكبير قبل سجود التلاوة وبعدها، فيكبر فيقول الله أكبر. كذلك نص فقهاؤنا على أنه يستحب عند التكبير لسجود التلاوة أن يرفع يديه ولو كان في الصلاة. أيضا مما ذكروه كذلك أنه يجب أو يستحب التسليم، يستحب التسليم بعد سجود التلاوة، فإذا سجدت سجود التلاوة يستحب لك أن تسلم. كذلك يجب عليك أن تسبح ولو مرة على القول بأنها صلاة، فتقول سبحان ربي الأعلى، أو مستحب لك ذلك. وكذلك يستحب فيما يستحب في السجود من الدعاء المطلق ونحوه. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. نعم، هذا يسمى سجود الشكر. وسجود الشكر له دليلان: الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءت نعمة سجد، وهذا الدليل يحتمل أن يكون سجد سجودا منفردا، ويحتمل أن يكون سجد ركعتين، فيكون سجود هنا بمعنى صلاة ركعتين. لكن قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وغيرهم من الصحابة أنهم كانت إذا تجددت لهم نعمة سجدوا سجودا منفردا، ومثله كهيئة سجود التلاوة من حيث التكبير وأن يكون عن قيام وأن يكون بعده سلام ونحو ذلك. قال: إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. إذن يدلنا هذا الكلام على أن سجود التلاوة أو سجود الشكر إنما يكون عند تجدد النعمة، أي ابتدائها. مفهومه أن استدامة النعمة لا يسجد له سجود الشكر، وإنما يكون عند الابتداء فقط، إذ الاستدامة تارة تكون كالابتداء وتارة تكون بخلاف الابتداء، وهذه من المواضع التي تكون الاستدامة بخلاف الابتداء. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي حيث قلنا إن
سجود التلاوة صلاة، فهذه صلاة مثله. وحيث قلنا إنها ليست بصلاة فإنها تكون مثله من حيث ما يجب ويشترط ويستحب فيها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم، أي أن هذه الأفعال غير الواجبة والأركان المتقدمة، فإنها والسنن هذه الأفعال إذا أتى بها المرء فإنها تكون مفسدة للصلاة، والمكروهات تنقص الأجر. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا. نعم، هذه الأمور تقدم الحديث عنها قبل ذلك. وبالكلام عمدا وبالقهقهة. نعم، أما الكلام عمدا فإنه مبطل لما جاء في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير جنسها وهو التكبير وذكر الله عز وجل والقرآن أنه مبطل للصلاة. العلماء يقولون: وأقل الكلام كلمة واحدة، والكلمة الواحدة أقلها ما كان من حرفين، لأن أقل كلم معروف في كلام العربي ما كان من حرفين كقي وعي وفي ونحو ذلك. وبناء عليه فإن الكلمة إذا كان ظهر منها حرفان ومتعمد الشخص الكلام بها فإنها تبطل صلاته، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فالمشهور أنها تبطل، وعلى الرواية الثانية أنها لا تبطل. قال: وبالقهقهة. القهقهة لما تبطل الصلاة؟ لأن فيها إظهارا لحرفين، فالمرء إذا قهقه وجربها في نفسك فستجد أنه سيظهر حرفان، إما القاف والهاء أو الكاء والهاء ونحو ذلك من الحروف. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم، الحركة تكون مبطلة للصلاة إذا وجد فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الحركة لغير ضرورة، فإن كانت الحركة لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة كإنقاذ غريق ونحوها. الأمر الثاني أن تكون الحركة كثيرة عرفا، وقلنا إن العبرة بكثرة العرف ولم نجعلها بالعدد، لأن العدد غير منضبط، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أقل الجمع وهو ثلاث حركات، فقد نزل من المنبر في صلاته والمنبر كان درجتين وكل درجة فيها حركتان، فدل ذلك على أنها ثلاث حركات أكثر من ثلاث حركات. ولذلك فإن نقول إن الحركة الكثيرة ضابطها العرف. الشرط الثالث أن هذه الحركة الكثيرة من شرطها أن تكون متوالية أي متتابعة، لأن الكثير إذا كان متفرقا حكم بقلته، وإذا كان متواليا حكم بكثرته. ولأن الحركة إذا كانت كثيرة متوالية فإن الناظر لهذا المصلي المتحرك يظن أنه ليس في صلاة، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. نعم، هذا ترك الأركان والواجبات. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وعن الحركة في الصلاة. ويكره الالتفات في الصلاة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، انظروا معي، الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. النوع الأول الالتفات بالبصر بأن يلتفت بنظره يمينا وشمالا، فنقول إن الالتفات بالبصر مكروه. النوع الثاني الالتفات بالوجه فقط بأن يلتفت بوجهه من غير أن يلتفت بجذعه، فنقول كذلك إنه مكروه، بل هو أشد كراهة من التفات البصر، وليس بمبطلين للصلاة ولو تعمدهما. الدليل ما ذكره المصنف مما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فسماها صلاة، فدل على أنها ليست بباطلة، ولأنه اختلاس أي نقص للصلاة. الأمر الثالث الالتفات بالجذع، الالتفات بالجذع وهو الصدر والبطن، فمن التفت بجذعه عن القبلة بطلت صلاته، لأنه يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، والشروط يجب وجودها واستصحابها في أثناء الصلاة كلها. إذن هذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع الالتفات بالبصر أو بالوجه إلى السماء،
هذا الالتفات إلى السماء تعارض فيه حديثان. الحديث الأول حديث اختلاس المرء، فإنه يدخل في عموم التفات، لأن الالتفات إلى السماء داخل فيه ذلك. والحديث الثاني الوعيد الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفع رأسه في صلاته أن يقلب الله رأسه رأس حمار. فالمشهور عند الفقهاء أنهم غلبوا العموم، فقالوا إن الالتفات في الصلاة ولو إلى السماء مكروه وليس بمبطل، لكن الالتفات إلى السماء كراهته شديدة جدا، أشد كراهة من الالتفات يمينا وشمالا. وقيل، وهي رواية في مذهب أحمد، أن الالتفات إلى السماء حرام ولكنه ليس بمبطل، فيكون حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ويكره العبث، أي العبث وهي الحركة لغير حاجة وإن لم تصل إلى بطلان الصلاة بالشروط المتقدمة الثلاثة. ووضع اليد على الخاصرة، ووضع اليد على الخاصرة هو التخصر، فلا يضع يده على خاصرته وإنما يقبض يديه أو يسدلهما. وتشبيك أصابعه، قال وتشبيك أصابعه، فلا يشبك المرء في أصابعه في الصلاة بل ولا في حال انتظاره الصلاة، فلا يشبك، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك فإن تشبيك الأصابع في الصلاة لها أربع درجات، أشدها كراهة في أثناء الصلاة، ثم يليه عند انتظار الصلاة في المسجد، ثم يليه عند الخروج من البيت متجها إلى الصلاة. فقد ذكر العلماء في آداب المشي إلى الصلاة يخرج بسكينة وقار ولا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. ثم يليه، وهي الدرجة الرابعة، بعد الصلاة، فإنه على المشهور يكره التشبيك بعد الصلاة، لأنه قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه في صلاة ما دام في مصلاه، فيأخذ حكم المصلي. ولكن رجح ابن حمدان في الرعاية ومال له منصور في الكشاف من طريقة عرضه أننا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته على هيئة المغضب مرة، وهو حديث اليدين، وشبك بين أصابعه، فدل على أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة ليس مكروها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. هذا الرواية الأخرى التي مر عليها صاحب الرعاية، وإن كان المشهور على خلافه. وفرقعتها، نعم، فرقعة الأصابع وهو تدقيقها، يطقق المفاصل، فهذا يسمى فرقعة. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، نعم، قال أن يجلس في الصلاة مقعيا. الإقعاء أهل العلم قالوا إن له صور، منها الصورة الأولى أن ينصب قدميه، يعني يجعل القدمين منصوبتين، ثم يجلس بإليته على عقبي قدميه، هذه الصورة الأولى، وهي منهي عنها نهي كراهة. الصورة الثانية أن يفرش قدميه، يفرشهما، يعني يجعلهما ليست منصوبتين وإنما مفروشتين، إما المشط جهة المشط أو عكس، وهذا صعب لكن قد نرى ذلك من بعض الناس، لكن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، نراها من بعض المصلين يفرشون القدمين فيجعلونها على بعضهما وتكون اليتاه على العقبين، هذه أيضا عند علمائنا داخلة في الإقعاء. الحالة الثالثة أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على الأرض، وكل هذه الصور الثلاث من الإقعاء، وهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، والحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، والنهي نهي كراهة. طيب، جاء في مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها من السنة. نقول إن المراد في هذا، طبعا لها ثلاث توجيهات، من التوجيهات ما ذكره شمس الدين الزركشي، أن المراد في جلس، أن المراد أن يجلس هذه الجلسة على هيئة الإقعاء، أي جالسا على ناصبا قدميه جالسا على عقبيه، فقط هذه الصورة الوحيدة التي هي مشروعة. إذا شرع له جلسة الاستراحة. إذن قول ابن عباس هذا محمول على من شرع له جلسة الاستراحة، والذي يشرع له جلسة الاستراحة هو من كان مريضا أو ثقيلا، هذا هو توجيه فقهائنا لحديث ابن عباس. نعم. وأن يستقبل ما يلهيه، نعم، يكره المرء أن يستقبل ما يلهيه كمرآة أو نار أو صورة أو أناس يلعبون ويعبثون ونحو ذلك.
أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين، والأخبثان المراد بهما البول والغائط، والعلماء يقولون لا يصلي الحاقن ولا الحاقب ولا الحازق، فالحاقب للبول والحاقن للغائط والثالث للريح. أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق نعم. عليه أن يكون الطعام مشتهى، وأما مطلق الطعام فلا تترك الصلاة لأجله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مشابهة الحيوانات في أمور، ومنها الافتراش كافتراش السبع، وهذا النهي نهي كراهة. وافتراش السبع هو أن يجعل ذراعيه على الأرض، وإنما السنة أن يرفع ذراعيه عن الأرض، لكن يجوز له إذا كان سجوده طويلا أن يستعين بمرفقه فيجعل مرفقه على فخذه في السجود الطويل كقيام الليل مثلا وغيره، هذا جائز. وأما جعل المرفقين أو الذراعين على الأرض فإن هذا منهي عنه. من المكروهات ما جاء في حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، والمراد بالسدل هنا كما قال ابن مفلح سد الثياب وسد اليد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض، فدل ذلك على أن سدل اليدين عند القراءة منهي عنه. وأما عند الرفع من الركوع وقبل السجود فإن منصوص الإمام أحمد وقول فقهاء أصحابه وهو الذي تدل عليه الدليل أنه يجوز الأمران، يجوز القبض ويجوز السدل، لأنه لم يرد دليل لا على القبض ولا على السدل، وإنما هي عمومات، فعموم بالنهي عن السدل وعموم يدل على عموم القبض في حديث وائل، وعموم يدل على الترك وهو حديث مالك بن حويرث. ولذلك قال أحمد إنه يجوز الوجهان، فيجوز القبض ويجوز السدل، ولا استحباب للقبض فيها، هذا منصوص فقهائنا. نعم. باب صلاة التطوع. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة التطوع، وبدأ بآكدها فقال صلاة الكسوف. وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. نعم، صلاة التطوع يجب على المسلم أن يعنى بصلاة التطوع لأنها ترقع له ما تخرق من صلاته، وليثق المرء أنه لا يمكن أن تكون صلاته كاملة في كل أحيانه، ومن ظن بنفسه ذلك فقد بدأت هاويته، لأن المرء لا بد أن ينقص من صلاته إما سنة أو أن ينقص من خشوعه وما يتعلق بقلبه. وبناء على ذلك فإن المرء يجب عليه أن يعنى بالصلاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرء لا بد أن يأتيه أوقات يكسل فيها ويكون له فترة عن الطاعة، وثق أن من كان في حال نشاطه وشرته وقوته يعمل الفريضة والنافلة معا، فإنه إذا جاء حال ضعفه وفتوره وقلة نشاطه فإنه سينقص بعض العمل فيكون نقصه في السنن ويبقى محافظا على الفرائض. وأما من كان في حال إقباله على الطاعة وحال مواسم الطاعات والخيرات الأسبوعية والشهرية والسنوية والحولية إنما يقتصر على الفرائض، فليعلم أنه لا محالة في وقت ضعفه وفتوره سوف يفوت بعض الفرائض. وهذا معنى قول أهل العلم إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، لأنه إن كان مستمر الترك عليها فلو نظرت في حاله مدة طويلة فستجد أنه سيبدأ في تفويت الفرائض بالتدريج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيبدأ بترك تكبيرة الإحرام ثم الجماعة ثم حتى يترك الفريضة. إذن فطالب العلم خاصة يتأكد عليه أن يعنى بالسنن، ويجب على طالب العلم أن يكون فعله موافقا لعلمه. بدأ المصنف بآكد السنن وهي الكسوف. وصلاة الكسوف هي آكد السنن، لماذا؟ لأنها تصلى جماعة، وما صلي جماعة آكد مما يصلى فرادى مثل ما سيأتينا إن شاء الله في التراويح. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فما كسفت الشمس
في وقته إلا وصلها، قيل إنها لم تكسف إلا مرة، هذا قول الأكثر، وقيل إنها كسفت مرتين. الأمر الثالث أن صلاة الكسوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نادى بها فخرج الناس إليها، فدل على تأكيدها لهذه الأسباب الثلاث. قال المصنف: آكدها صلاة الكسوف. الفقهاء يطلقون الكسوف ويطلقون الخسوف، وهاتان الكلمتان إذا أطلقتا إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. فإذا أطلقت إحداهما شملت الثنتين، إذ الكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر، ولكن إذا قلت الكسوف وحده أو الخسوف وحده شمل الاثنين. والمراد بالكسوف أي كسوف القمر أو الشمس، هذا مراد الفقهاء في هذا الباب. طيب، متى يجب كسوف القمر أو الشمس؟ قالوا: يجب صلاة كسوف الكسوف إذا رؤي الكسوف، يجب أن يرى، وبناء عليه فلو قدر الحساب وجوده ولم يرى، إما لكونه في وقت لا يرى فيه، كأن يكسف القمر في وقت لا يرى فيه قبيل الفجر مثلا، أو بعد طلوع بعد طلوع الشمس أو ابتداء بدء السفر، فنقول يعني إسفار الشمس، فنقول حينئذ إنه لا تصلى لأنه لم يرى. ولو قال الحساب إنه قد كسفت الشمس أو انخسف القمر ومنعنا من رؤيته غيم أو قتر، فنقول لا يصلى، لا بد من الرؤية. فإذا رأيته فتستمر في الصلاة لحين الانجلاء، فإذا انجلى بعد ذلك تقف وتنهي الصلاة. طيب، لو رأيته ثم جاء غيم تستمر، لأن هذا استصحاب للوجود الأول حتى يغلب على ظنك الانجلاء. هذه مسألة الأولى في مسألة الوقت. المسألة الثانية أن صلاة الكسوف واحدة لا تكرر ولا تعاد ولا تقضى. أما كونها لا تقضى فإنه إذا انجلت الشمس أو القمر فلا تصلى الكسوف لمن لم يصلها. لما؟ لأن السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذا مسألة القضاء. مسألة التكرار، نقول إن صلاة الكسوف تصلى ركعتين فقط، لا تصلى أربعة. بعض الإخوان يصلي في مسجد ويكون المسجد لم يطل القراءة، فينتقل لمسجد آخر فيصلي معه، نقول لا يشرع ذلك، لأنها لا تصلى إلا ركعتين فقط ولا تصلى أربعا. ولذلك إذا سلم قبل انجلاء الشمس فإنه يمكث في المسجد يسبح الله عز وجل ويقرأ القرآن فقط. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا عارض وقت صلاة الكسوف وقت نهي بأن كسفت الشمس بعد صلاة العصر، فهل تصلى أم لا؟ قولان لأهل العلم. المشهور عند فقهائنا أنها لا تصلى، لأنها في وقت نهي، ووقت النهي لا تصلى فيه. وقيل، وهو الذي يذهب إليه المصنف، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أنه يجوز صلاة الكسوف عند وقت النهي، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، جاء في وهو أصح ألفاظ الحديث. ولذلك فإن أفضل صيغ صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، أو في كل ركعة ركوعان، فحينئذ هذه أفضل الصيغ. قالوا: ويجوز أن يصلي في كل ركعة ركوعا واحدا، ويجوز أن يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات، لاختلاف الأحاديث التي وردت في الباب. وإن كان أصح الأحاديث أنه إنما صلى بركوعين فقط، لكن يجوز بركوع واحد، لأن الواجب إنما هو ركوع واحد والثاني إنما هو مندوب. نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.